السياسه الاجتماعيه سياسه الاحوال الشخصيه هي في النهايه قرارات سياسيه. اذا المحور السياسي دولة الدولة عن المحور، ولكن ايضا كباحث تابع ورافض تطور النظام السياسي في مصر ودرسه على مدى ما يزيد على نصف القرن. وعندي ثلاث كلمات، كلمة الاولى عن الحوار الوطني، كلمة ثانية عن المحور السياسي، الحوار الوطني. ممكن ان يتم الفعل الا بفعل اخر وشخص اخر يتكلم. ارجو منا جميعا ان يكون الفعل الذي هو منه مصدر هذا الحدث هو الحوار. نرجو ان نستمع الى بعضنا البعض، نرجو ان نقاطع بعضنا البعض، نرجو أن ننفتح جميعنا على بعض. مجرد وجودنا هنا جميعا بهذا التنوع الشديد هو في الحقيقة شهادة لهذا الوطن. أنا بشكر حضراتكم جميعا وأيد الترحيب وأفتح الجلسة مع الأستاذ محمد علي. شكرا. لمطالب الناس واحتياجاتهم وأولوياتهم، كفاءة النظام السياسي، كفاءة صنع السياسات العامة وتنفيذها. الكلمة الثالثة والأخيرة عن موضوع هذه اللجنة، مباشرة الحقوق السياسية والتنفيذ عليها. يعني موضوعها تنظيم المشاركة السياسية التي هي جوهر الديمقراطية. المشاركة السياسية هي للهيئة التشريعية التي هي المراقب الرئيسي على أداء الحكومة والنظام. إذا الموضوعات المتعلقة بالتمثيل السياسي، نظام الانتخابات، تحليل أي شكل نظام انتخابي سواء على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، كل القواعد المتعلقة بالحملات الانتخابية، كل هذه الموضوعات اللي عايزين نوصل في النهاية إلى تمثيل نيابي صحيح وانتخابات تعبر عن مطالب ورغبات. قضايا حقوق الإنسان. إذن لقد بدأ الحوار بالفعل. إذن لقد رد شركاء الحوار على كل شائعة كانت تطلق هنا أو كل فرية تطلق هناك بأنه لا حوار. الحوار هو حضراتكم وحضراتكم جميعا هنا، وها نحن نبدأ حوارنا بقضية هي من أبرز قضايا المجتمع السياسي في مصر، وهي طريقة إجراء الانتخابات لمجلس النواب. وكما تعلمون حضراتكم فإن هذه الجلسة والسيد المقرر سيوضح هذا ممتدة لجلستين لكي نناقش فيها قانون مجلس النواب بكل تفاصيله والنظم الانتخابية التي ستطرح من حضراتكم. الشيء المؤكد أنه لا يوجد في هذه القاعة ولا مجموعة كبيرة من العوامل حوالي 15 عام سنة كاملة على أربع عوامل الأساسيين لازم نفكر فيهم، هو تحفيز أو أهم عامل فيهم أو أقربهم يعني تحفيز مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية وإيجاد حياة حقيقية سياسية. الحاجة الثانية إخضاع الممثلين النواب أو المنتخبين دول للمساءلة من الناخبين، يعني يكون المنتخبين